طيب. وهاني بيأكد على ان المباراه اللي جايه في طيب. منتصف. قبل هنكمل كلامنا مع كابتن ماهر، ولكن من اساطير الملعب لاساطير خارج الملعب. الحقيقه احنا عندنا المهندس عادل القيعي رجع بالسلامه، فقلنا نطمن عليه الاول ونقول له الحمد لله على السلامه اسطوره، وتقول لنا برضو اخبار الدنيا ايه والماتش الاولاني، ورجعت بالسلامه بسرعه ليه يا باشمهندس؟ لا انا كنت مسافر وانا حاجز الرجوع يعني من اول ما رحت، لان عندي ظرف خاص لازم ارجع. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس، ترجع في اي وقت، ولكن يعني بنتفائل بيك بعد اللي احنا شفناه امبارح الحقيقه. لا الحمد لله، يعني انا كنت بقول لهم نفسي ارجع لوحدي. ده حقيقي صح، وده اللي حصل الحمد لله. يعني اخبار حضرتك يا باشمهندس، وسعداء جدا بوجودك معانا، ويعني شرف لينا طبعا ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره. ده اولا، ثانيا مبروك النادي الاهلي، مبروك هذا الاداء، مبروك الثقه الكبيره جدا جدا، ولكن القادم اصعب. هو الحقيقه انا من ساعه ما جيت طبعا في يعني طلبات مداخلات كتير، الناس برضو اعلاميين كبار واعتز بيهم، لكن لما عرفت ان يعني قناه الاهلي من خلال برنامجك اسلام طالبين المداخله، قلت لا ما ينفعش، يعني طبعا لازم كان اختص القناه عندنا، وبعتذر لهم ونأجل بقى المداخلات احنا، عشان انا والله تعبان جدا جدا. المجهود كان جامد، وامبارح يعني من الصبح بالليل وما نمناش الا الفجر من الفرحه الحمد لله يعني، وصحيت على سفر، ويعني يا رب التعب يبقى كله لذيذ كده. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس، معاك هاني رمزي بقول لك الحمد لله على السلامه. وعايز طبعا كلنا كنا فرحانين امبارح، وعايز اعرف من حضرتك الاجواء ما قبل المباراه وما بعد المباراه. في فارق كبير جدا كانت في ما قبل المباراه، والتوتر اللي كان موجود والقلق اللي كان موجود، وما بعد المباراه من فرحه الجماهير الكبيره وفرحه الجهاز الفني واللعيبه. عشت اجواء ما قبل واثناء وما بعد المباراه ازاي يا باشمهندس؟ اولا انا شايفك وشايف الكابتن المعلم الكبير حبيبي كابتننا ده، فاهلا بيكم والحمد لله على سلامتك انت كمان. الله يسلمك. لكن بجد صدقني، يعني انا سافرت كل النسخه ما عدا مره واحده، لم اشعر بالضغط والرهبه والقلق كما شعرت هذه المره. نعم. عايشين ليل نهار في اجواء احتفاليه، ان يعني اكن الماتش انتهى ونتيجته اتسربت. ان احنا يعني ما لناش اي فرص يعني امام فريق مدجج بالنجوم. والحقيقه الاتحاد كمان مهما قلنا على اوكلاند وما يعني ومستواه، لكن لا الاتحاد عمل ماتش كويس قوي قوي امام اوكلاند، وخصوصا في الشوط الاولاني. انما احنا يعني بالنسبه لنا حتى انا طلعت في القناه الرياضيه قبل الماتش ليله المباراه يعني. ايوه. وكان في الاخر كلمتي اللي هي يعني شعرت بيها ولخصت بيها الموقف، لما بيقول لي الاتحاد ولا الاهلي والفرص ايه؟ قلت لهم انا لا افكر في المنافس بقدر ما افكر في الاهلي. اذا استطاع النادي الاهلي ان يرجع لنا النادي الاهلي اللي احنا عارفينه، وانا اشتريت الكوامن اللي بتيجي في لحظات الصعوبات وتورينا اهلي مختلف، اهلي مسؤول، اهلي بيعرف يتجاوز الازمات، ما ساعتها يبقى نقدر نقول ان الحظوظ موجوده بنسبه كبيره. فالحمد لله ده اللي حصل، وده اللي كان يعني المفاجاه السعيده اللي قدمها الاهلي وفريقه وجهازه الفني للجماهير، انهم رجعوا لهم الاهلي اللي بيحبوه، اللي بيفخروا بيه، اللي يعني بيثقوا فيه. ودي برضو بتعلمنا كلنا ان احنا يا جماعه قطاع كبير من الجماهير في جده
كانت ثقتهم عاليه جدا جدا في النادي. انا شفت كابتن اسلام شاب في مداخله وانا قاعد في البرنامج بتاع الرياضيه مصري بيقول له النتيجه كام؟ قال له 3-1. قال له انا بقى بيني وبين نفسي قلت له طب قول 1-0 ربنا يعني. قال له 3-1. وعايز اقول لكم حاجه، علي معلول، حسين الشحات، امام، نعم، يعني انا ما شفتش حاجه زي كده في الدنيا. يعني هو كمان توقع، هو توقع النتيجه وتوقع يتوقع كمان اللي هيسجله اهداف. في مقابله كان في مشجع من الاتحاد بيقول للواحد زميله اهلاوي لو الاهلي كسب هديلك 10,000 ريال. شفنا الفيديو ده كله. يعني كل فريق كان عشمان، كل المشجعين كانوا عشمانين في فريقهم، لكن اللي فعلا فعلا اداني امل كبير مشهد المدرجات لما صح. دخلت الملعب صح وشفت كثافه جمهور الاهلي وانه يكاد يعني يحتل ثلثين الملعب. فكان مفاجاه جميله جدا. وعايز اقول لك كمان ان شفت اصدقاء كتير رايحين باسرهم. ايه قوه الثقه دي انهم رايحين مع ان يعني انت بالعقل كده ما تفكر قبل المباراه، مباراه صعبه طبعا، وعندنا احنا نقط مش ماشيه معانا بقى لمده. ولذلك انا بقول ما يجيبش نقصه على فريقنا، لان احيانا بيبقى الفريق عامل اللي عليه ومش راضي تمشي. لكن الحمد لله. وخلي بالك كابتن اسامه يعني والاثنين احسن، انت قاعد مع اثنين من احسن ظهيرين يمكن حقيقي. يعني قلب في تاريخ مصر قاعدين جنبك طبعا، فاهمين اللي انا هقوله، ان الصعوبات والماتشات الكبيره بتخلق يعني عند الاهلي نديه وبتديله مساحات يقدر يلعب فيها ويظهر ابداعاته، غير لما احنا بنلعب بعض وحافظين بعض وفرق متكدسه بتبقى فيها صعوبات اكتر. لكن صحيح. الحمد لله اجواء جميله جدا. عايز بقى اشكر الاستقبال والحفاوه والنظام. أيوة. سواء على المستوى الرسمي او الشعباوي. انا بجد يعني ما شفتش ثلاثه في دخول الملعب زي ما شفتها المره دي. صحيح. كل واحد عارف مكانه، ناس حجم الابتسامات اللي بتستقبلك وعايزه تحل لك اي مشكله. يعني فعلا فعلا هو ده اللي احنا عايزينه من شبابنا، لما يكون مستعد بينهم في المسؤوليات يكونوا فعلا رسل ايجابيه للسياحه. ده حقيقي. يا رب ان شاء الله، وده اللي هنشوفه ان شاء الله الفتره اللي جايه. دي اجواء كلها كانت ايجابيه الحمد لله. انا عايز اخد حضرتك لسؤال بس مهم جدا بالنسبه لناس كتيره جدا وسالتني. اولا هل حضرتك شايف ان مودست حظه وحش معانا؟ انا ما احبش. بص يا كابتن، يعني الناس عماله كلها بتتذكر مودست حتى في الفرحه بالزبط. حتى في الزعل، يعني اصبح مودست هو القضيه مش الاهلي ولا نتائجه ولا مستواه. كنا نأمل على فكره، عشان كده انا قصدت اسالك هذا السؤال، لان انا عارف ان انت اللي هتجاوب عنه. بص يا كابتن، اتفضل. مودست من ساعه ما جه هل انتظم 4 ماتشات ورا بعض؟ لا. طب هنحكم عليه ازاي؟ مش هنعرف نحكم عليه. هتقول لي ما هو برضه اصاباته دي تضايق. ما هو امبارح نزل واتطرد، على فكره اتطرد ظلم غير صحيح. صحيح اتطرد ظلم، والفاول اصلا كان له، يعني ما جابوا اللقطه من ورا، اللاعب محتضن من رقبته. لا، وحجازي قام وجري على طول، ما دام لمس يعني ما فيش. لا يعني الـ على قدر ما الحكم كان عاجبني في شخصيته وحسمه امبارح، حتى لما بيروح للفار بيرجع بالقرار بيوضحه وحاسم جدا ما بيخليش اللعيبه تناقشه، لكن تحول الى زي محمد عادل كده ما بيقول القرارات اداره المباراه، يعني طرد فيه مجامله في الاخر
مش موافق. طب هل من الممكن تقديم التماس في هذا ولا البطوله ما فيهاش؟ يعني معذور مش هتلحق. صحيح صحيح. هو حصلت قبل كده. حصلت قبل كده في كاس العالم، وخصوصا البطولات اللي بتبقى يعني ما عندكش فرصه، هتوقفني ماتشين ما خلاص ده انا هلعب ماتشين هم ماتشين اللي فاضلين، واخد بالك؟ ما اعرفش بقى يعني اذا كان الكلام ده هيحصل ولا لا، لكن في كل الاحوال بودي سيء الحظ، واحنا برضو ما خدناش المؤشر او الجمهور يعني ما خدش المؤشرات اللي تشعره ان ايه هي دي ضلتنا 100%. الورق كان بيقول ان اللعيب لا من العيار الثقيل، بياناته قويه جدا لحد الموسم الماضي، لكن يبدو ان الفتره اللي غاب عن الملاعب الاخرانيه كانت محتاجه ان يرجع اكثر جاهزيه. يعني نتمنى ان هو ان شاء الله نشوف الموضوع ده هيحصل في ايه في ايه يا باشمهندس، ولكن مش عايز الجمهور يعني يتحامل يعني نديله الفرصه، اذا يعني تعرف ماتش الجونه من سوء بخت يعني لو كان جاب الجون الثاني تخيل لو كان والناس ابتدت تتكلم عليه فالماتش برضه احنا لو طلعنا كسبانين كان الناس هتتذكره، صح يقول لك جاب لنا الثلاثه بوم، لكن من بخت الوحش برضه ما طلعناش كسبانين الماتش. فهو لعيب عنده طبعا كوره وعنده كده، لكن لسه ما قدمهاش. سؤال اخير يا باشمهندس، مين احسن لاعب امبارح؟ ما تقوليش كلهم، كلنا عارفين ان كلهم، بس قول لي واحد. هقول لك انا. اتفضل. على فترات. ماشي. على فترات طبعا الشناوي. على فترات. لا على الشناوي. الشناوي. يعني الشناوي دوره كان مؤثر جدا، وخصوصا ضربه الجزاء وبعديها في قبليها تصدي وبعديها تصدي، وان كانت هربت منه واحده كده وقعت قلوبنا كلنا. انما يعني بتحصل، لكن بقيه الماتش لا، الشناوي الشناوي اذا كنت عايز تختار واحد. لكن انا الشوط الاولاني عجبني فرش التوجيه، كل الكور اللي استلمها وتحت ضغط اتصرف فيها ووقف عليها واستنى، وهاني كان بيتقدم، كانوا عاملين ازعاج في الناحيه اليمين، ولو احنا مش متوترين في البدايه كنا قدرنا اتصرفنا بشكل هادي واحرزنا اهداف، لكن كنا يعني في توتر شويه. امام عاشور ابتدى في توتر، لكن مع مرور الماتش قدر يعمل حاجه حلوه وجاب جون جميل جدا في ذكاء في الزحمه كده، فتح رجله وعداها من بين الزحمه في الزاويه البعيده، يعني جون جميل جدا هو وكهربا. كهربا طول الماتش بيحاول. فهتقول لي مين نجم الماتش؟ اختار انت بقى يعني. لا انا اخترت كوكا، انا اخترت كوكا. انا لسه هقول لك. عارف ليه كوكا يا باشمهندس؟ اولا لصغر سنه ومستواه طبعا، ولكن لصغر سنه ولعبه في هذا التوقيت في هذه المباراه ضد فابينيو وكانتي تحديدا. انا هختاره لسبب ثاني. اتفضل. طبعا. ان الراجل كلفه بحاجه اداها زي ما طلب منه. طبعا. وكان عنده حسن توقع المدرب وما احرجش المدرب، يعني كان ممكن لما التزمش او ما نفذش كان ممكن جدا الناس تقول له ايه اللي انت عملته ده؟ فالمدرب راهن لدرجه ان كل سنه على انا يعني الجانب المساعد كان متعجب من اصراري على كوكا. ده بيخليني اقول كوكا، كنت لسه هقول لك للدور الغير مرئي اللي كان مطلوب منه. ما في، وعلى فكره لما كانش كل الفريق معظمه اجاد ما كناش قدرنا نعدي بالماتش ده. انا بقول كده برضه يا باشمهندس، لان اللعيبه المميزه جدا بتظهر في اثناء لما يكون الفريق كله بشكل جيد. يعني حضرتك اتكلمت على الشناوي محور اساسي وشيء مهم جدا، انك في الدقائق الاخيره من الشوط الاولاني بتصد ضربه جزاء كانت مهمه جدا، تخش الشوط الاولاني كسبان 1-0 غير لما تخش متعادل، ده كان محور اساسي، غير طبعا الانفرادات اللي صدها.
عايز اعرف رايك قبل ما عارف لو سبته شويه كابتن المهندس عادلي كان هيقول لك بقيه الفرقه كلها يعني انا بحب دايما تبقى الفرقه هي النجمه، لكن بيبقى في لعيبه ليها اثر في نتيجه المباراه. يعني هي مثلا انت اثر في نتيجه المباراه، مهما اتكلمنا على حسين الشحات مثلا، حد بيقدر ما يقولش ان حسين كان نجم المباراه في الشكل بالهدف لا طبعا الاكسترا مهاره على راي الله يديله الصحه الكابتن شربيني، والتنفيذ الدقيق والقرار السليم والتوقيت السليم والاستلام. لا مين يعني يا كابتن اسلام، في لحظات في الماتش تحيرت صح، وفعلا وانا احب النوع ده من الماتشات اللي ما تعرفش تختار لها نجم دي. صحيح. طيب باشمهندس، توقعاتك للمباراه اللي جايه؟ انا في وجهه نظري واتكلمت يعني في خلال البرنامج، قلت المباراه اللي جايه اصعب مباراه في البطوله، ويمكن تكون اكثر صعوبه من مباراه نادي الاتحاد. رايك ايه في المباراه اللي جايه؟ ماذا تمثل المباراه اللي جايه؟ لان المباراه اللي جايه هتكسر يعني هتوصلنا للتارجت بتاعنا ووصلنا لنهايه المونديال. والله يا كابتن هاني اتفضل، انا كنت خايف تقول لي زي معظم الناس عماله تتكلم ان الماتش ده اسهل من الاتحاد. لا ابدا، انا من قدام الانديه العريقه. صحيح، من الانديه العريقه اللي تاريخها كبير جدا في البرازيل، وبطل البرازيل. يعني هو انت عايز ايه؟ يعني عايز تفهمني ان بطل البرازيل ده بطل طبعا كوب دي اوروبا، يعني بطل قاره، وعنده لعيبه مميزه كتيره جدا جدا. وانا في رايي ان الفوز على الاتحاد بالنتيجه والاداء ده بيحط مسؤوليه اكتر، لان الناس خلاص سقف الطموحات خلاص وصل، انت لازم تلعب بنفس الاداء. الفريق قدامك بقى، الفريق قدامك شايل همك دلوقتي. طبعا كده. عامل حسابك انت بتعمل الاتحاد برضه. الاتحاد كان نازل لك بنوع من ايه، من الثقه الزايده شويه. صح، حقيقي مظبوط. انما دول هينزلوا هيحاولوا يتفادوا اي مفاجآت. صحيح، والمدرب بتاعهم قال كده، قال لا يعني هو ده فريق احنا شفناه ومنظم وفاهم بيعمل ايه، وعندهم خبرات بقالها كام دوره، احنا ما عندناش الخبرات دي. تواضعا منه يعني. لكن انا بقول لك الماتش الجاي، هو الماتش الجاي هيبقى بالنسبه لنا يعني دخلنا تاريخ تاني. صحيح، انه هيوصلك فاينل. صح، صحيح. يعني هتبقى ما فيش مركز بخلاف المركز الاول بقى اللي لو انت كسبت هتلعب عليه، حققت الثاني والثالث والرابع والسادس كده. صحيح، يعني هي لحظه. هذا الجيل يا جماعه والله العظيم ثلاثه. صحيح، لو في انصاف الجيل ده هو اكتر جيل عمل انجازات. عدوا لهم بقى البطولات. صحيح، عدوا لهم الحاجات اللي حققوها. طيب، وبرضه مش معنى كده ان احنا نقبل انهم يتهاونوا في اي لحظه. لا يعني، وانت بتحاسب اديني حقي وحاسبني. صحيح، هو ده العدل يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا يا باشمهندس على وجودك معانا وعلى اختصاصنا بهذه المكالمه الجميله جدا جدا. المهندس عادل القيعي، اسطوره النادي الاهلي ورئيس شركه كره القدم في النادي الاهلي. كابتن ماهر، كلام مهم جدا قاله المهندس عادل، ولكن ايضا على الجانب الاخر فلومينينسي واحد من افضل واهم الانديه اللي موجوده.